تعليق ومتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من عبر الهاتف من اسطنبول الأكاديمي والباحث الفلسطيني الدكتور أحمد البرعي. أهلا بكم دكتور أحمد إلى هذه الجولة الإخبارية في الذكرى 42 ليوم الأرض، يعني مسيرات انطلقت بهدف العودة وكسر الحصار. كيف ترى تعاطي القوى الفلسطينية مع هذا اليوم؟ يعني هذا يوم كما ذكر تقريركم هو يوم فارق في التاريخ المعاصر للقضية الفلسطينية. اليوم أنا أقدم الاعتذار للشعب الفلسطيني وخاصة لأهلنا في قطاع غزة، لأني كنت وكمحلل أقول أن القضية الفلسطينية خرجت أو حلولها خرجت من أيدي الفلسطينيين في قطاع غزة، ولكن يبدو اليوم أن الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة بجميع فصائله المقاومة وبكل أطيافه السياسية قرر أن يهب هبة لكي يفسد ما سمي بصفعة القرن أو صفقة القرن، العتب كل العتب على النظام الفلسطيني الرسمي في الضفة الغربية والسلطة الوطنية الفلسطينية التي قامت بحملة اعتقالات غير مبررة من أبناء الشعب الفلسطيني، ولم تسمح بالمظاهرات والمواجهات أن تندلع في كل حارات وشوارع الضفة الغربية في مواجهات مع قوة الاحتلال حتى يلتحم جناحي الوطن في صورة ملحمية يحتاجها الشعب الفلسطيني وتحتاجها الأمة العربية لكي تعود إلى الواجهة زخم القضية الفلسطينية مرة أخرى. نعم، كيف تصف يعني الفاعلية اليوم في ظل حالة الانقسام التي لا يمكن أن تنكرها الفصائل فيما بين بعضها؟ أنا أقول أننا اليوم تجاوزنا حالة الانقسام. الذي لا يريد أن يلحق بالمركب الفلسطيني، هذه السفينة النجاة الفلسطينية قد أبحرت. إذا أرادت السلطة الوطنية الفلسطينية حقا أن تكون جزء من مقاومة الشعب الفلسطيني، عليها أن تعترف بأنها فشلت في كل الخيارات السياسية التي مرت بها. إذا كان الرئيس محمود عباس حقيقة يريد أن يكافح هذا الاحتلال بأي وسيلة كانت، سواء سلمية أو غير سلمية، هذه هي الوسائل السلمية على أرض الواقع، لماذا لا يشاركون؟ هذا يوم الأرض، هل نحتفل بيوم الأرض؟ هذا التحام مباشر مع العدو الصهيوني لكي يكشف وجهه القبيح أمام العالم. هؤلاء مواطنون خرجوا دون رفع أي أعلام حزبية، دون رفع أي شعارات حزبية، خرجوا بصدورهم العارية دون أن يحملوا أي سلاح. إذا كان محمود عباس كما يقول دائما يدعم المقاومة السلمية، فلماذا لم يخرج ويصرح في هذا اليوم؟ هل نخرج في حفلات راقصة لإحياء يوم الأرض التي سلبت منا؟ هل يريد محمود عباس أن نقوم بإحياء يوم الأرض في الفنادق والمراكز؟ نعم، لننتقل إلى سؤال آخر أستاذ. فعالية اليوم شهدت انتهاكات جديدة من قبل الاحتلال الصهيوني، حتى الآن 6 قتلى من الفلسطينيين على حدود قطاع غزة مع الكيان الصهيوني. هناك من يرى بأنه كان من الواجب أخذ الاحتياط حتى لا تصل الأمور إلى القتل، ما تعليقك على هذا الكلام؟ وهل فعلا الكيان الصهيوني يهمه عدد القتلى التي ستقع أثناء هذه الاحتجاجات؟ الكيان الصهيوني في البداية لابد أن نوضح أنه كيان مجرم، لقد قام بقتل أحد المواطنين في شرق خان يونس قبل بدء المظاهرات. هذا الكيان لا يحتاج إلى ذرائع ليقوم بقتل الفلسطينيين، هو يقوم بقتل الفلسطينيين وحصارهم في الحصار الخانق. كل الذين دعوا إلى هذه المظاهرة دعوا إلى سلميتها والابتعاد عن الحواجز الأمنية وعدم تعريض النفس للتهلكة، إلا أن هذا العدو القبيح الوجه المجرم الصهيوني هو الذي يقوم بهذا القتل. يعني لا يريد أحد من أبناء الشعب الفلسطيني أن يسفك أي دم، ولا أريد أن أزاود أنا من هنا لأني في اسطنبول وأقول أننا نريد أن نخرج ونضحي، وأنا أتحدث من هنا من اسطنبول. هؤلاء أبناء الشعب الفلسطيني خرجوا بصدورهم العارية بالسلمية، هم قالوا أننا نخرج بالسلمية لكي نعبر عن. هل تنفع السلمية مع الكيان المحتل؟ يعني هذه أحد الوسائل التي نستخدمها الآن. المرحلة في ظل تخاذل العرب، في ظل عمالة العرب في المنطقة، النظام الرسمي العربي، هذه المرحلة في ظل هذا الحصار المطبق علينا من الجارات ومن إسرائيل، لا يمكن أن نقوم بأي عمل حتى هذه اللحظة، عمل عسكري. من إحدى الأدوات التي نقوم بها نلتقي مع إخواننا في الفصائل الأخرى، كل الشعب الفلسطيني مستقلين وفصائل أجمعوا على أن هذه وسيلة مدنية لابد أن نعبر فيها عن احتجاجنا لهذا العالم المنافق الذي يرى تدمير وقتل السوريين صباح مساء، تدمير العراق وقتلهم، تدمير اليمن وقتلها، ولا يفعل أي شيء.
هذه مرحلة من المراحل، لما لا؟ وإحنا نعبر بسلمية وبحضارية، يرى العالم كله أن الشعب الفلسطيني شعب يطالب بحقه المشروع، ومع ذلك لا يسمح لنا هذا العدو الصهيوني. إذا ما تدحرجت كرة السلة وأصبحت هناك مقاومة مسلحة، أنا أعتقد أن شعبنا الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية جاهزة للرد على طغيان وتجبر هذا العدو الصهيوني. أستاذ أحمد، يعني الفعالية اليوم والاحتجاجات والتظاهرات اليوم التي خرجت في يوم الأرض، ما الرسالة التي توجهها للكيان الصهيوني، وهل من الممكن أن تكون مؤثرة على المدى البعيد؟ هي مؤثرة، هي أثرت. الرسالة واضحة أن أبناء الشعب الفلسطيني، وإن كان الذين هجروا عام 48 في النكبة الفلسطينية، ستستمر هذه المظاهرات حتى ذكرى النكبة في 14 من مايو، هؤلاء الشباب أبناؤهم وأحفادهم لم ينسوا أن لنا أرضا أخرجنا منها، وأن لنا حق لا بد أن نعود فيه، ولا يوجد قوة على وجه هذه الأرض، لا ترامب ولا غير ترامب، يمكن أن يمنع الشعب الفلسطيني من المطالبة بحق العودة. هذا حق لا يمكن أن ينساه أي فلسطيني عنده ذرة من الكرامة والإيمان بقضيته العادلة. ولذلك الرسالة كانت واضحة بشكل جلي، أيقن العدو الصهيوني. أنا أقول لك أن العدو الصهيوني الآن يعيش في ارتباك غير مسبوق، لأنه لا يعلم كيف سيتعامل مع هذه المسيرات. إذا أفخاي أدعري يخرج ويتحدث بفتاوى ابن عثيمين وغيره لتحريم هذا التافه الذي يحاول أن يظهر الوجه الإسرائيلي القبيح بشكل خسيس ويعني مقزز في بعض الأحيان، لا يستطيع أن يقف أمام هذه المدنية التي يمثلها الشعب الفلسطيني، الذي يخضع لحصار لم يسبق له مثيل من كل الأطراف، ومع ذلك يخرج مطالبا بحضارة وبشكل متحضر جدا. نعم، وصلت الفكرة. أستاذ أحمد، دكتور أحمد البرعي، الأكاديمي والباحث الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.